يدرس شكر السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمين، كان بودنا أن يناقش هذا المشروع في ظروف غير الظروف التي نعيشها اليوم، ظروف عصيبة على أمتنا لم تألفها، لم يعرفها تاريخ بلادنا، لتحدث عنها الجميع وأطنب بشأنها الجميع واستنكرها الجميع، وهو ما يثلج الصدر. هذا القانون باش ما نتقلوش على السادة والسيدات النواب المحترمين، اليوم حصل بشأنه الإجماع، ولكن لا بد أن نتذكر حتى لا يتكرر ما حدث. ماشي بالضرورة في كل قانون ولكي نصل إلى التوافق خصنا حتى نأديو تضحيات جسام، وخصنا حتى نأديو شي ضريبة ضخمة، عادي يمكن أن نستفيق. ما كناش مطالبين تسقط أرواح أبرياء حتى نستوعب ما يجب أن نستوعبه جميعا. احنا في الفريق الاشتراكي ومع فرق الأغلبية وكذلك مع بعض فرق المعارضة ومع جبهة القوى الديمقراطية كذلك، كنا نعتقد منذ البداية أن مرجعيتنا الحقوقية يجب أن تتوازن مع مرجعيتنا السياسية، وأن همنا السياسي باعتبارنا مسؤولين على البلاد والعباد لأننا نواب الأمة، والنيابة عن الأمة تتطلب أن يبحث الإنسان في شؤون الأمة برمتها، ولربما يأتي على الأولويات المطروحة على الأمة أمنها واستقرارها. لذلك كنا قادرين رغم مرجعيتنا الحقوقية كفريق اشتراكي، الجمعيات الأولى التي تأسست لحقوق الإنسان كان لحزبنا الدور الأساسي في تأسيسها، رغم معاناتنا في عهود الضلال في الوقت اللي كان صعب وما كانش هذا الهامش الديمقراطي، رغم هذه المرجعية الحقوقية كنا نأمن أن الفاعل السياسي يجب عليه أن يستحضر كافة قضايا الأمة وشؤونها، وأن لا يرى الظاهرة معزولة بل أن يراها في تشعباتها مع الواقع. ومن هذا المنطلق، ورغم أن الحكومة التي نساندها أتت بهذا المشروع في دورة استثنائية، قلنا لا بد من أن يمارس مجلس النواب دوره كاملا في النقاش والمداولة حول هذا القانون، ولا بد أن نمارس سلطتنا التشريعية في إدخال التعديلات التي نراها صحيحة وسليمة. وتعاملنا بشكل إيجابي نقدي مع هذا النص، وحفظنا للحكومة حقها المنصوص عليها دستوريا في عرض أي نص تراه، ولم نكن نرفع شعار الحقوق والحريات ونواجه الحكومة بضرورة سحب هذا النص وهي تمارس حقا عاديا من حقوقها. هنا وقع الخلاف،
وإذا كنا قد تفهمنا أن يحصل خلاف بيننا وبين البعض المنظمات الحقوقية حول هذا الأمر، لأنها لا تنطلق إلا من مرجعيتها الحقوقية المطلقة مطلقة، فقد قررنا أن ننفتح عليها وأن نستمع إلى وجهة نظرها. وحقيقة أكدنا أن لمجلس الأمة امتدادات في الأوساط الشعبية، وحضر مجموعة من الحقوقيين إلى هذا المجلس وأنصتنا إلى رأيهم، وكان شرطهم المطالبة بالضمانات. وفيما يتعلق بالضمانات، يمكن أن نؤكد اليوم أن تصويتنا الإيجابي على هذا النص جاء بعد استجابة الحكومة للضمانات التي طالبت بها المنظمات الحقوقية والتي طالبت بها الأحزاب الديمقراطية الحداثية. ولنا أن نفخر اليوم أننا ملأنا فراغا في مجموعة القانون الجنائي المغربي بالتنصيص على فعل جرمي وعلى عقوبته وفق ما هو منصوص عليه في أعرق الديمقراطيات. لذلك أعلن وقد أعلنا عن ذلك كأغلبية وكفريق اشتراكي داخل اللجنة ومع جبهة القوى الديمقراطية وكذلك بعض فصائل المعارضة أننا سنصوت إيجابا لهذا المشروع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيدريس القبر.